وفي متابعة لآخر عمليات تحرير الموصل، أكد قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق عبد الأمير يار الله أن الاستعدادات لتحرير مناطق غربي مدينة الموصل باتت جاهزة، مشيرا إلى أن القوات العسكرية تنتظر قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للبدء بالعمليات البرية. تأكيد جديد يريده رئيس الوزراء حيدر العبادي عن قرب الحسم في الموصل، كاشفا عن معرفة الحكومة العراقية بموقع تواجد البغدادي زعيم ما يعرف بتنظيم الدولة في الجهة الغربية من المدينة التي باتت هدفا للقوات العراقية. قوات انتقلت من الجهة الشرقية نحو الجهة الغربية للموصل، وتقضي الخطة الميدانية بتوزيع الأدوار بين قوات الشرطة الاتحادية في المحور الجنوبي وقوات مكافحة الإرهاب في المحور الغربي لفتح جبهتين ضد ما يعرف بتنظيم الدولة. معركة تحرير الموصل مستمرة، قواتنا بسرعة تنتقل إلى تحرير الجانب الأيمن، العمليات العسكرية لم تتوقف مطلقا، ربما العمليات الأساسية لتحرير الجانب الأيمن لم تبتدئ لحد الآن، بس هناك عمليات لضرب مواقع العدو. ومنذ أسبوع تواصل القوات العراقية القصف التمهيدي على الجهة الغربية من الموصل، بينما تهدد ظروف الحرب والحصار المفروض على المدينة حياة 350 ألف طفل يشكلون ثلث نسبة سكان الجهة الغربية التي تتألف من أكثر من 40 حيا. المعركة في الساحل الأيمن سوف تكون خفيفة التعقيد، سوف تكون فيها انتصارات أسرع من الانتصارات التي تحققت في الساحل الأيمن، وذلك بتغيير التكتيك من المرحلة الثانية والصفحة الأولى من المرحلة الثانية في الساحل الأيمن. القوات العراقية تحكم الطوق حول النصف الأيمن من المدينة من ثلاث جهات، وتؤمن أيضا عزل نهر دجلة من جهة الجنوب. القوات العراقية التي استعادت الجانب الشرقي من الموصل هي ذاتها التي ستنفذ الهجوم على الجانب الغربي منها، وسط توقعات بنزوح موجات كبيرة للأهالي من القسم الذي يحتضن أكبر كثافة سكانية في المدينة. طارق ماهر، التلفزيون العربي، بغداد.